إلى مقدمة هذا الشوط بإعطاء الوصف التفصيلي للمراكز المتقدمة وما يدور من تنافس والتحدي مع هذه الأسماء القوية. صدارة هذا الشوط شواهين على المركز الأول تأتي ببداية هذه الانطلاقة من هجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يتولى عملية تضميرها في هذا الانطلاق. سلهودة تتواجد على المركز الثاني من الجانب الآخر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. طارش بن مبارك بالقوبع يتولى عملية التضمير. المركز الثالث تنطلق فيه أيضا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم مع علي بن راشد بن غدير من تحتل المركز الثالث. ننتقل مباشرة إلى المركز الرابع مع وجود الشاهينية في هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة سعيد بن عبيد السبوسي يقودها بعملية التضمير. والمركز الخامس هذه هي مشكورة تصل بالمركز الخامس خلال هذه اللحظات من هجن الرياسة مع عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، بينما المركز السادس من الجانب الآخر تتواجد شواهين الأخرى على سادس المراكز وسابعها أيضا شواهين والثنتين لهجن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يعلن بانطلاق الثلاثة أسماء في هذا الشوط خلال هذا الانطلاق. المركز الثامن تصل في هذه اللحظات مع انطلاقة الشاهينية خلال هذا الأداء المميز والانطلاق الرائع والجميل لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. خالد بن المر بن حلوة يتولى عملية التضمير. المركز التاسع هنا تتواجد سلهودة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، يتولى عملية التضمير لهذه الأسماء التي تنطلق بأرضية هذا الميدان، ميدان الوثبة الذي يقدم دائما شعار الترحيب بكل عشاق الأصالة المهتمين بهذا الموروث الشعبي الكبير خلال هذه الانطلاقات والسباقات التي أيضا تأتي في موسم 2015-2016 لنصل إلى الاقتراب من ختاميات هذا الموسم، حيث يقدم الكل هذه الأسماء تجهيزا لخوض هذه المنافسات القادمة بمشيئة الله. نتمنى لكل المشاركين وعشاق هذه الرياضة والمهتمين ومضمري هجن أصحاب سمو الشيوخ التوفيق والناموس في يوم الختاميات. العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، إلى المركز الأول. شواهين ما زالت على مقدمة هذا الشوط، ما زالت مع المركز الأول تعلن بهذه الانطلاقة بشعار هجن الرياسة بقيادة أحد خبراء هذه الرياضة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يأتي بانطلاقة شواهين والذي اختطف الأشواط الرئيسية في مساء هذا اليوم سواء مع أشواط الأبكار والقعدان المحليات والمهجنات. ما شاء الله، المركز الثاني تتقدم الشاهينية على المركز الثاني في هذا الانطلاق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة علي بن راشد بن غدير، ولكن تدخلت سلهودة من الجانب الآخر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة طارش بن مبارك بالقوبع، من يتولى أيضا عملية التغمير. والمركز الرابع هذه هي الشاهينية تصل بالمركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة سعيد بن عبيد السبوسي يقودها بعملية التضمير. تدخلت أيضا على المركز الخامس شواهين من هجن الرياسة مع أيضا المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، خذت المركز الخامس. والمركز السادس الشاهينية تنطلق سادسا لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة خالد بن المر بن حلوة، يتولى عملية التضمير. شواهين تصل من الجانب الآخر في هذه اللحظات. يا سلام، تقدمت شواهين على المركز الخامس من الجانب الآخر تحمل الرقم 3. هذه هي شواهين من هجن الرياسة مع المضمر السيد محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدمها أيضا في هذا الانطلاق. ثامنا هنا تنطلق مشكورة على المركز الثامن خلال هذا الأداء الرائع والجميل المملوكة لهجن الرياسة بقيادة عيسى بن أحمد بن مايد الخيالي، من يقدمها في هذا الانطلاق لتكون أيضا منافسة قوية تحديات مثيرة بانطلاقة هذه الأسماء المتقدمة في هذا الانطلاق. والمركز التاسع تصل سلهودة على تاسع المراكز في هذه اللحظات.
لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة طارق بن مبارك بالقوبع، يتولى عملية التضمير في هذا الانطلاق الرائع والجميل والتحدي المثير. خلاص بدأ العد التنازلي، بدأ أيضا الانتهاء من المنحنى الأخير. بعد هذا المنحنى يأتي التوجه بالخط المستقيم إلى خط الناموس، ومع بداية الألف والخمسمائة متر المتبقية على نهاية هذا الشوط، وشواهين وشواهين على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول والثاني المملوكة أيضا لحقن الرياسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يعلن أيضا بانطلاقة الثنتين على المركزين الأول والثاني لتكون المساندة الأخرى من شواهين على ثاني المراكز. في هذه اللحظات وصلت شاهينية، تقدمت لسمو الشيخ حداد بن محمد بن راشد آل مكتوم مع علي بن راشد بن غدير، ووصول أيضا خطير من الشاهينية لسمو الشيخ حداد بن راشد آل مكتوم. خالد بن المر بن حلوة يريد أن تكون حلوة في الأمتار الأخيرة. هذه هي الأسماء المنطلقة، هذا هو العد التنازلي، والكيلو متر الأخير، الكيلو متر الأخير، بدأ الانطلاق، بدأت الإثارة. شواهين شواهين ما زالت على المقدمة، ما زالت على المركز الأول لهجن الرئاسة مع المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، يسجل النقطة الخامسة حتى هذه اللحظات باقتراب الثنتين من الأمتار الأخيرة. شواهين تصل بالمركز الثاني أيضا لهجن الرئاسة بقيادة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يعلن بانطلاقة الثنتين. ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء المميز، على هذا الانطلاق الرائع والجميل بهذه الأسماء المتقدمة. وتحركت الشاهينية، ظهر الخطر بالأمتار الأخيرة من الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة بن غدير. جولة الأوامر الأخيرة، تحركت الأسماء، انطلقت الأسماء. شواهين على الصدارة، شواهين على المركز الثاني، الشاهينية في المركز الثالث، شواهين على المركز الرابع، ولكن شواهين ما زالت مع المقدمة، ما زالت مع المركز الأول. بدأت بدخولها أيضا في الكيلو والنصف الأخير حيث استلمت قيادة هذا الشوط، وبدأت بالانطلاق الرائع والجميل على المقدمة وعلى المركز الأول والنقطة الخامسة، النقطة الخامسة على التوالي لهجن الرئاسة مع المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقود هذه الأسماء نحو الفوز والفخر والناموس. المركز الثاني أيضا شواهين لهجن الرئاسة، ثالثا شواهين لهجن الرئاسة، رابعا أيضا كان من نصيب الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وخامسا أتت مشكورة من هجن الرئاسة. ما شاء الله تحدي وإثارة، حيث اختطفت أيضا هجن الرئاسة النقطة الخامسة في مساء هذا اليوم مع هذه الإبداعات الرائعة والجميلة. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني لهذا الشوط، حيث هذه هي الشواهين تبدع مع نهاية هذا المسار بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق لا شك و28 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. تهانينا والناموس أيضا للمضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، المركز الثاني. وصلت شواهين من هجن الرئاسة بتوقيت زمني 9 دقائق 29 ثانية، وفاء وتماما وكمالا. مشكور محمود بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث أيضا أتت شواهين من هجن الرئاسة بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 29 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وإلى المضمر محمود بن محمد بن سالم الوهيبي.